الطماطم دي انا هعملها علشان الطبيخ، المحاشي، لاي حاجه ببقى محتاجه طماطم فيها، دي بتسهل عليا كتير. اول تخديها هعملها 5 كيلو طماطم، معلقتين ملح، معلقتين سكر، معلقه خل، بسيطه وسهله خالص. هعمل ايه؟ ادي الطماطم زي ما هي، هاخدها بنقيها حمرا وطبعا وكويسه مبقاش فيها اي حاجه، وهحطها زي ما هي في الحله. ده اللي عايز حاجه سريعه بقى وتنجز معاه في الوقت. هحط يعني حاجه لا تذكر ميه، اشجعها بس انها تنزل ميه. عايزه تقطعيهم ممكن نقطعها، ما عندكيش وقت خلاص ماشي. يعني عايزه تقطعيها اهي، مش عايزه تقطعيها مش مشكله، في الانجاز هي. وهترشي عليها الملح والسكر وتغطي عليها وتسيبيها هي هتنزل ميتها. طبعا الملح بيخليها تنزل ميتها كمان، والسكر نفس الحكاية. مش هحط فلفل اسود عشان ما يسودهاش. مشكلة الفلفل الاسود في الفريزر انه بيخلي الحاجة تسود ساعات. وادي الخل وبغطيها. هي بعد كده هو لما تطرع الحاجة دي هتدوب مع بعضها، يعني ما تقلقوش ان انا مش مقلباها. بس هسيبها بقى براحتها تستوي، هوريكوا هنعمل فيها ايه بعد كده. دي اول تخديعة بنعملها، هاجي بعد كده للتخديعة التانية. التانية بقى هزود فيها البصلة علشان تبقى جاهزة عندي بقى بتوابلها. ادي التخديعة التانية عندي، 2 كيلو بصل، 5 كيلو طماطم، نص كوباية صلصة، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل اسود، معلقتين سكر كبار، ومعلقة صغيرة زعتر. التانية هحط فيها الفلفل، وممكن احط فيها كمان التوابل اللي هي البهارات. هاجي بسم الله الرحمن الرحيم بفرم البصل ناعم اهو، الزيت. عايزه تحطي سمنه معاها مفيش مشكله، انا هحط هنا زيت بس. بشوح البصله لغايه لما البصله تصفر. في حاجات كتير قوي انت ممكن تعمليها تجهزيها لرمضان، مش بس التخديعات دي. يعني في حاجات هنعملها وفي حاجات اقولك دلوقتي تعمليها. يعني مثلا الجزر، انت ممكن تبشري جزر كتير وتعملي جزر مكعبات كتير وتحطيه في الفريزر، بحيث انا محتاجه للسلطه. انا هسيب البصله تصفر لسه شويه. الجزر هتبشريه ويبقى عندك جاهز في الفريزر. انا بقول معلومات. عايزه اعمل سلطه فيها جزر هحطها في السلطه. عامله رز بخاري، رز كبسه، هطلع المبشور ده على طول واحطه في الاكل بتاعي. لا، وبرده المكعبات لو انا عامله بسله بالجزر، لو انا مش عايزه اقعد افصص دلوقتي بسله، هيفرق لي ابقى قوي ان انا اكون عندي مكعبات جزر في الفريزر. الاعشاب بقى كلها ممكن افرزها، الشبت، البقدونس، الكزبره، كلها بتتفرز. ومش بس بتتفرز، لو انا عايزه احطها في الثلاجه واخليها فتره طويله ما تبوظ. دايما بيبوظوا، وخصوصا ما بتحطوا في اكياس نايلون. انت هتعملي ايه؟ هتغسليهم كويس جدا وتنشفيهم، يا اما هنفرمهم كده. الفرم ده ليه تخزين، واللي هي على بعضها ليها تخزين. انا لو هفرمها كده هحطها في كيس ورق، كياس ورق زي اللي بتيجي ساعات من محلات الاكل. كياس الورق دي وهتحطيها في التلاجة هتبقى زي الفل معاكي. لو انا مش هفرمها هخليها زي ما هي، برضو هغسلها وانشفها واحطها في مناديل مطبخ في علبة مقفولة كويس،
مناديل المطبخ احطها في ابطل بيها العلبه واحط الاعشاب واغطيها بمناديل واقفل العلبه تاني. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. بنعمل ايه؟ بنعمل تجهيزات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنعمل تخديعات هنشيلها في الفريزر، صلصات وتخديعات بنشيلها في الفريزر. اللي عايز يتواصل معانا ارقام التليفونات بتظهر على الشاشه تحت، وصفحه الفيسبوك الحياه تي في برضو بنتواصل معاكم من خلالها. عملنا ايه؟ شوحنا البصله لغايه لما اصفرت تماما. كميه البصل 2 كيلو علشان تقعد معايا وقت كتير في رمضان. وهاجي دلوقتي بعد ما البصل اصفرت هحط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطماطم ببقى ضربها خشن في الخلاط مش عصير علشان تتخدع بسرعه، ما تبقاش صيصه يعني معايا. اوكي اهي بحطها. الكمية دي هتكفيني ان شاء الله رمضان كله، لان هتتقسم على اكياس بعد كده وتتحط في الفريزر. بسم الله. اهي وبحط معاها بقى الصلصة من الاول علشان لونها يبقى حلو، والزعتر والسكر، وهسيبها تغلي بقى براحتها. ده كله عشان اختصر الوقت في الصيام. يعني لو هي الحكاية دي هتاخد مني مثلا كل يوم نص ساعة، فأنا أولى من النص بالنص ساعة دي إن أنا أعمل بيها حاجة تانية. حط الملح، مش كتير الملح، لانك طبعا لما تيجي تطبخي بيها هيبقى فيه ملح. هنا هحط فلفل. الطماطم التانية مش هحط فلفل اللي انا عملتها في الاول دي، هحط فلفل اسود وممكن احط بهارات. انا النهارده برضو هقول لكم خلطه البهارات بتاعتي اللي هي خلطه الفلفل، معلش دخل خلطه التوابل بتاعتي اللي واخدها من امي الله يرحمها. دي هتغنيكوا عن اي خلطات جاهزه تشتروها. لا انا هحتاج ميه. هخليها تغلي واغطيها واخليها تستوي نص ساعة مثلا عشان دي كمية كبيرة فهتاخد وقت. اوكي ارجع تاني بقى لتفريز الخضار. الخضرة قلنا لو هي هتتحط في التلاجة يا إما لو مفروم هحطها في كياس ورق، أو هحطها في علبة بلاستيك مبطناها لو هي مش مفرومة بورق مطبخ. طيب أنا عايزة أشيلها مفرومة كده في الفريزر، هعمل إيه؟ هحط لها شوية مية صغيرين وحطها في مكعبات تلج وأدخلها الفريزر. شوية مية لا تذكر، وبعدين هطلعها مكعبات كده، أحط المكعبات دي في كياس وأرجعها الفريزر تاني. بحيث كل مرة اخد مكعب او اتنين حسب انا عايزة اعشاب قد ايه. هتفك يعني ما استناش تفك الاول، هحطها في الاكل تفك. المية اللي فيها بسيطة فمش مش هتبوظ لي الطبخة بتاعتي. اوكي بس هي هتفضل خضرة بالمنظر ده. المكعبات التلج دي من افضل الطرق ان انا احط الاعشاب في الفريزر. انا عايزة اجي هنا اشوف ادي الطماطم بتاعتي، تخديعة الطماطم اهي استوت كده، وهخليها تبرد تبرد تماما قبل ما احطها في الاكياس. خلاص عشان ما يحصلش اي تفاعل بينها وبين الاكياس لا قدر الله. خلاص ادي التخديعه الاولانيه. دي هتنفعني في ايه؟ هتنفعني في كل الخضار، الخضار الطبيخ يعني الاحمر، هتنفعني في المحاشي، هتنفعني في اي حاجه انا محتاجه لها صلصه حمراء. الطماطم لسه، بصوا الطماطم عملت ميه ازاي. انا ما حطيتلهاش ميه، انا حطيتلها ما فيش معلقتين ميه. شايفين الميه نزلتها ازاي؟ هي لسه بتغلي، لسه بتغلي.
ممكن بقى لو الطماطم لونها مش حلو ممكن تعملي ايه؟ ممكن تحطي بنجرايه معاها، بنجرايه صغيره هتستوي معاها هتخلي لونها تحفه. ممكن تحطيها في الفلايه اللي هو الفلفل الرومي القرنقوطي برضو تحطيها معاها من الاول تتسلق معاها برضو هتديكي لون طماطم تحفه. فايه او تحطي بقى معلقه صلصه زي ما انت عايزه. بس انا شايفه ان هنا الطماطم لونها حلو ما شاء الله مش محتاج. هنرجع نغطيها تاني وهي لسه على النار ويغلي الستوك بتاع الشوربه. احنا عاملين واحد من الاول بيبقى تقيل كده، الشوربه تقيله بتتصفى طبعا كلها وتتحط في اكياس في الفريزر. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد بنعمل تخديعات وتفريزات رمضان. التخديعه بتاعت الطماطم اللي بالبصل دي باخد شويه منها وبحط عليها الخضره بتاعت المحشي اهي، كزبره والبقدونس والشبت، واروح مقلباها وحطها في كيس في الفريزر. اطلعها احط عليها الرز. ينفع احط رز معاها من الاول؟ لا، لانه هيتكسر. الرز في الفريزر بيتكسر، فعلشان كده انا ما بحبش احطه. يعني في ناس بتلف المحشي وتحطه في الفريزر بس عمر طعمه ما بيبقى زي الفريش، لكن دي لا يمكن تحسي ان انت اصلا كنت حطاها في الفريزر خالص. دي زي ما قلنا بنسيبها لغايه لما تبرد وبحطها في اكياس بالخضره بتاعه المحشي علشان انزلها يا دوبك احط عليها الرز واكون مثلا مقوره الكوسه والخضار او جايباهم جاهزين واحطها على طول جوه المحشي.